صفة الوضوء. إن زلامس يتر. ينوي بقلبي. دحر دك ثاني نية تتو. يسمي يقول بسم الله. بسم الله أوتو مهت ثاني. ثم يستحب له أن يغسل الكفين. يغ غول عدو سنة دوشي شيء كيستيلر. يأخذ ماء بيده اليمنى. يدع أتو أقول كيجي ثاني خي حقيتي. يدخل الماء في فيه. يا شيء بق خي دغتو. ويسحب الماء بمنخره. يغ شيء شن شيء مر ثاني خي شو أوسو. يدير الماء في فيه. شيء بق شو أخي مه تغدو أخي. ثم يمج الماء. يخي واحد أخي يخشي مرت أم بتو. مع الاستنثار. خي مرت أم بتو. تشر خي أرد وقتو. ثم يغسل الوجه. يخا شيء يحيل تو. من منبت الشعر المعتاد الأسفل الذقن ومن هنا إلى شحمة الأذن شحمة الأذن. مش دعيولش متيرج إنك تقشلته يخ تحلق تيرة وقلق تقشلته إذا يحلور شو إشادة قلت لك مسخ قوتشي تو. ثم يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين. يخا شيء بألكش دون صحة قول تقشلته كيك دول تو. حتى يستوعب المرفقين. يقول تشلات يزعون اليد اليمنى ثم اليد اليسرى يخا وي ما الله رأيت اور حلق وقته يغ ايرو اور كدول تو. ثم بعد هذا يمسح الرأس ولا يغسل يخا كيك شي تادين دول بلش ثاني كوارت بيلاتا بيلشا كيك حق تو تو يبدأ بمقدمة الرأس حجد عدولش كوارت عبولش مهتيرة إلى قفاه يوخ تيار زطيلة كيولش مش شق يولش مهتي قرشلت حقتو ثم يعود مرة أخرى يوخ يغني حقتو يدخل سباحتي يوخ شي بألغة وكذاتين شي بألغة في صماخي أذني شلتون تاني شلق دولتو ويمسح بالإبهام ظاهرهما يوخ نان بألغة تاني اشتيع لركشان تيع حقتو ثم يغسل الرجل اليمنى صوت أحا أهتو قاق بالوالله إذ مع الكعبين تسيق الشيكلت كيوك يوغ شعونتك اليمنى ثم اليسرى يوغ صوت أحا أهتو قاق بالان جوت أحا أرو أر قاق بالوالله لا يسرف في استخدام الماء يوغ إسراف تدو تدوق إران خي تدويتوه ثم بعدما ينتهي يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يوغ شعلا مسئة نوال جوت أحا بايما رجال دي أن دول دعا ديوشتوه والله أعلم.